يلا مشاهدينا الكرام، رانا رجعنا لكم. بالنسبه للوصفه رقم واحد كانت عباره عن طاجين ولا جواز. انا عجبني اسم جو. شوفوا البطاطا كيفاش راه، شوفوا لاصوص، شوفوا معايا لاصوص مليح، مش تفهموا حاجه في لاصوص، شوفوا معايا غير لاصوص صح. دوك هاد لاصوص مشاهدينا الكرام راح نضيف، شوف واش هي ملبيه، راح نضيف لهم، راح نضيف لها هذاك السلق من الفوق. فوالا سيو كيفاش غير بالعقل، باسكو علاش السلق هذاك راهو طايب. فوالا دوك هذاك السلق راح نبداو نمشيو فيه غير بالعقل هكذا. راني منقص لها مليح الفرن، نخليوها غير تكتك على النار هادئه صح. دوكا كي نحطوا السلق في بلاصتو نغلقوا عليها ونزيدوا لها غير شويه الفرن باش هذيك لاصوص تقيس لنا برك شويه كما راكم تشوفوا هكذايا. هذيك لاصوص تقيس لنا شويه تاع السلق ونرميو لها دوك الزوج حبيبات تاع البيض وراهي واجده. الخبز تاعي راه يخمر لي للمره الثانيه، قلت لكم هنا لازم يخمر لكم للمره الثانيه. هنا مشاهدينا الكرام راح ندير لكم المتقبه ولا المبسس. هذه المتقبه هذا نشفى اليما ربي يرحمها، كانت كل يوم الصباح على السريع مسكينه تنوض ديريكت وتجدها نشربوا بها قهوه خفيفه وما تنشبعش وتجي تذوب في الفم. هاد الحجي مبسه اسمها المبسس، راه يدير مبسه مليح. واش عندي هنا مشاهدينا الكرام؟ هاد الكاس هو اللي كيلت به، عندي 5 كيلات تاع السميد موايا، هاو سميد، هاو سميد موايا، عندي 5 كيلات تاع السميد ما يعادل 500 غرام رطل، عندي زوج مغارف ولا 3 تاع السميد يكون رقيق فان رطيبة، عندي 3 مغارف تاع السميد رقاق، عندي 5 كيلات تاع هذا الكاس تاع السميد يكون موايا، عندي هاد الكيلة مخلطة بين الزيت والمارغارين ولا الزبدة، عندي هاد الكيلة خالط بين الزبدة دايبة والزيت. وهنا مشاهدينا الكرام عندي هاد الكاس معمر بالماء والمزهر ولا الماء والماء ورد، هنا الماء والماء ورد ولا الماء والماء زهر باش نطمو بها المتقبة نتاعنا. طريقة بزاف سهلة هكذا، نحط لكم هكذا غير بالعقل. وعندي بطبيعة الحال قريصة تاع الملح، بسم الله. الحاجة الأولى راح ناخذوا إناء نديروا عليه مباشرة 5 كيلات، عفوا 5 كيلات تاع السميد، يكون موايا سميدة، لازم يكون موايا. راح نزيدوا عليه 3 مغارف تاع الأكل كبار تاع السميد يكون رطب صح. عندي بطبيعة الحال قلت لكم قريصة تاع الملح، عندي قريصة تاع الملح، صح. وعندي قلت لكم هذا الكاس خليط من الزبدة ولا المارغرين تكون دايبة مع الزيت، راح نضيفه مباشرة. نقصون الفرن، صح. انا واش راح ندير قبل ما نوسخ يديا، راح نعقد هذاك الجواز تاع البطاطا والسلق بالبيض. الله الله هكذا. عندي زوج حبات تاع البيض، نخلط هذاك البيض مليح ونعقد به غير هكذا من الفوق. نقصلو مليح الفرن ونخليو هذاك البيض نتاعنا ينشف. انا راح نطفيلو ونخليه ينشف غير في هذيك لافابور هكذا. هذا الطبق الاول وديجا واجد. نجو لهنا نعاود نذكروكم، عندي 5 كيلات تاع السميد يكون موايا، نزيد عليه 3 مغارف تاع السميد يكون رطب،
نحطهم في غيسيبيون نديروا عليهم قريصه تاع الملح هكذا بطبيعه الحال كما راكم تشوفوا. ندخلوا مليح نبسوا مليح هذيك النتقبه تاعنا ولا نبس تاعنا بالشكل هذا فوالا. بعدها راح نبدا نطم في النتقبه تاعنا. قلت لكم بهذا الكاس تاع الماء، هذا الكاس تاع الماء فيه الماء زهر ولا تحبوا الماء والماء ورد، ديروا هكذا نصف الكميه نبداو نزيدوا بالعقل هنا نبداو نلايمو غير بالعقل في المنتقبه تاعنا. هاد المنتقبه راح تجيكم بنينه بزاف تتقلى في الزيت. الله الله كاين هنا مشاهدي الكرام بالنسبه لهاد المنتقبه كاين اللي يعسلوها وكاين اللي ما يعسلوش. حنا في دارنا باريكزومب ما نعسلوهاش، حنا راح ندير لكم اختيار يقعد ليكم، تحبوا تعسلوها تحبوا ما تعسلوش. باريكزومب حنا تربينا في ديورنا ما نعسلوش المنتقبه وكاين اللي يعسلوها هكذا. نذكركم برك بالوصفه، وصفة سهلة مكونات حياة اقتصادية كاينة في كل دار، قادرين كيما راكم مشاهدينا الكرام تنوضوا وتروحوا للكوزينة وديروها، يجوا ولادكم راح تعجبهم يشربوا بها قهوة سخونة الله الله، فيها 5 كيلو تاع السميد يكون موايا، فيها 3 مغارف تاع السميد يكون رقيق، قريصة تاع الملح، كاس كيما هذا خليط بين الزبدة تكون دايبة مع الزيت، ولا يمناها بكاس واحد آخر تاع الماء مع الماء زهر ولا الماء مع الواورد. هذا واش كاين صح فوالا. نلايموها مليح نتوما بعد ما تلايمو المنتقبه تاعكم هكذا خليوها تريح حوالي 20 دقيقة، خليوها تريح حوالي 20 دقيقة فوالا. نحطوها منا على الجانب، خلوها برك تروبوزي حوالي 20 دقيقة قبل ما تبداو تشكلوا فيها. أنا واش راح ندير؟ راح نجيب هذاك الخبز تاعي، عفوا، حنا الخبز تاعنا مشاهدينا الكرام مازال ما خمرش مليح، علاش؟ قلت لكم حوالي 20 دقيقة، شوفوا بدك وراه بدا حب يخمر، دوكا وناو بدا حاب يخمر. نجبدوه هنا شويه، هنا واش ديروا له؟ زيدوا تكسروا له التخمار تاعكم هكذا ما تخافوا والو هكذا باش ينجح لكم ويجيكم خفيف الخبز. لازم تتبعوا الطريقه اللي ديتها لكم ويجيكم قطني لداخل فوالا. انتوما برك من فضلكم ماذا بكم الخبز هذا تبعوا لا تكنيك اللي ديتها لكم، كيفاش تعجنوه، كيفاش تخلوه، كيفاش تخلوه يخمر الى اخره. صح دوك راح نجيبو هذا لو ريسيبيون، هذا نديرو فيه بياض البيض نتاعنا. هنا واش عندنا؟ عندنا 2 مغارف تاع الحليب، عندنا بودره القهوه، وعندنا الصفار تاع البيضة. صح هادو واش راح نديرو لهم؟ غنخلطوهم ونجيبو بانسو ندهنو بيه الخبز نتاعنا. هذا واش عندنا؟ نخلطوهم كامل مليح صح. راح نجيبو هاد الجيلات هادي ولا كاشموس يكون عندكم مرحي مليح. نقطعوا الخبز تاعنا بطبيعة الحال هكذا هاي الطريقة، الطريقة السهلة. فوالا تخافوا والو، قطعوا الخبز تاعكم مليح هكذا حتى نكملوا به كامل الخبزات نتاعنا. راح نجيبو بانسو وندهنو الخبز تاعنا مليح، عفوا هكذا ندهنو مليح الخبز تاعنا
ونزيدو نديرو له شويه تاع السانوج من الفوق. فوالا هذا الخبز راح يجيكم روعه مشاهدينا الكرام. على بالي باللي مع هذاك الجواز اللي كنا درناه تاع البطاطا والسلق راح يجيكم بنين بزاف، مزدوج كاع تشرو الخبز من برا وخفيف وحاجه صحيه راح يعجبكم بزاف. حنا نكونوا سخنا الفرن على 180 درجه مشاهدينا الكرام. نجبدوا برك هذه شويه، قلت لكم هنا نكونوا سخنا الفرن تاعنا على 180 درجه. مده الطهي تاع الخبز تاعنا حوالي 30 دقيقه وراح يكون واجد. نديرولو شويه تاع السانوج وانا يلا شكرا. نسقم برك الفرن. ندخلوا الخبز تاعنا للفرن ونكملوا المتقبه اللي كنا ديجا بسسناها. يلا مشاهدينا الكرام نعاودوا نولوا للمتقبه نتاعنا. هذه المتقبه كنا درنا لها 5 كيسان تاع السميد يكون موايا، وزدنا عليهم 3 مغارف تاع السميد يكون رقيق. بعدها درنا خليط تاع كاس بين الزبده والزيت. بسم الله فوالا. نحو برك نجيبوا حاجه نحو فيها. يلا شوفوا داك الطاجين شحال جا شباب، ولا داك الجواز تاع السلق والبطاطا شحال جا بزاف شباب. قلت لكم ودت لها قريصه تاع الملح، بعدها طميتها بهذاك الكاس اللي فيه الماء والماء ورد ولا الماء مع الماء زهر. يلا دوك واش راح نديرو؟ نحطو ورق شفاف هكذا، نجيبو موس، نحطو المتقبة نتاعنا فوق ورق شفاف باش نرفدوها تجينا ساهلة. السمك نتاعها يكون حوالي 1 سنتيم، راح تجيكم تدوب في الفم، ما ديروهاش رقيقة بزاف، وما ديروهاش خشينة باش تجيكمش معجنة لداخل. ياسمين من فضلك شحال مازال الوقت؟ اوكي، أنا راني شعلت على الزيت تاعي باش تسخن لي نربح شوية وقت. هذيك المبسس تاعي هاي ولا متقبة هكذا، بعد ما تريح عاودوا خلطوا فيها غير شوية هكذا بيدكم وبداو تشكلوا فيها. نحطوها هنا، ما تتوليزيو لا حلة لا والو، تقدروا غير بيدكم هكذا هكذا بداو تمشوا فيها سهلة. ها تمشي فاصل، ما ديروا يدكم هكذا. ولا الناس اللي ما يحبوش بالنسبة للحلة شوفوا بلي ما كاش ديفيرونس، حبيت نوريلكم. ها بالنسبة للحلة تاني ها ما كاش ديفيرونس، حبوا بيدكم تحبوا بالحلل كيما تحبوا هكذا، تمشوها غير بالعقل. مام بيدكم تجيكم سهله. السمك نتاعها مشاهدينا الكرام من فضلكم ماذا بيكم تكون حوالي 1 سنتيم باش ما تجيكمش رقيقه بزاف وما تجيش خشينه. سي كيفاش تعطوها لو كادرو نتاعها يكون كاري. هكذا نمشيو غير بالعقل الحلال هكذا. طبيعة الحال الحواف هذوك نسقموهم مليح هكذا، طريقة سهلة. بالنسبة للناس اللي لحقوا بينا دوكا نذكروكم باللي 5 كيسان تاع السميد يكون موايا مع 3 مغارف تاع سميد يكون رقيق. نورمالمون هكذا راهي فيها 1 سنتيم، هكذا نورمالمون راهي فيها 1 سنتيم. قلت لكم مشاهدينا الكرام فيها قريصة تاع الملح وكاس تاع الزيت مع الزبدة خليط. هذا واش فيها؟ ونليموها بكاس تاع الماء والماء فيه يا ما ورد يا الماء زهر. راح نبداو
معليش نحو هذو الحواف باش تجيكم من حبه شابه هكذا. نحطوهم هنا نزيدو لي كوتي كامل نحوهم باش لافورم تاع الحبه تجيكم شابه. نحطوهم هنا هكذا طريقة سهلة. بعدها نبداو نشكلو، تحبوا ديروها مقروطة تحبوا ديروها كاري إليكم الإختيار. تعال دينا هذه ربعة، ربعة تجي صغيرة. نزيد واحدة هنا بون، نديروها على اثنين، هاي نديروها على أربعة. نزيدو نعوجتها شوية هكذا. الأولى هادي نحوها هكذا سهلة بالنسبة لطريقة تاع التشكيل. هاديك المقروطة الأولى دايما نحوها نرفدو الحبة تاعنا غير بالعقل هكذا، نعطوها غير اون فورم خفيفة هكذا ونحطوه. هنا الزيت لازم تكون سخونة، هنا مشاهدينا الكرام الزيت لازم تكون سخونة باش الحبة تاع المتقبة تاعكم تاخذ لكم بالخف هكذا. نرفدو المتقبة تاعنا غير بالعقل ونبداو نقلو فيها. هنا هاد المتقبة حتجيكم خفيفة وبنينة غير تاع قهوة الله الله، وبالخف توجدوها ماشي كاع صعيبة، 20 مينيت بين خدمتها وطيابها وتكون واجدة. وقلت لكم بالنسبة مشاهدنا الكرام كاين اللي يحب يعسلها وكاين اللي ما يحبش يعسلها كيما تحب. باغ اكزومبل حنا في الدار ما نعسلوهاش، وكل واحد كيفاش يحب ياكلها. حنا دوك نعسلو لكم شوية والنص الآخر ما نعسلوهاش. فوالا راح نكمل نطيب المتقبة تاعي. هنا مشاهدينا الكرام نذكركم باللي المتقبة تحب الزيت سخونة، هنا لازم الزيت تاعكم تكون سخونة. مشاهدينا الكرام واش بقالي؟ بقالي المتقبة تاعي نعطيها وقتها في الطياب، نطيبها تاخذ لي من الجهة نزيد نقلبها، ولا شفت باللي لازم لها الكوتي الفوقاني يطيب باسكو راني داير كميه تاع الزيت معتبره صافي يدير يطيب لي من الفوق ومن تحت، مي لازم نقلبها. راح نكمل انا بطبيعه الحال نقلي المتقبه تاعي ونستنى الخبز تاعي حتى وين يطيب. نشوفوا برك بالنسبه للخبز اللي بدا يديفلوبي لنا في الفرن، صدقوني غير الخبز هذا راح يجي روعه ان شاء الله يوجد لنا برك للطياب هذا مكان. يلا مشاهدينا الكرام اذا تكرمتم اقعدوا معنا، نروحوا فصل قصير ونرجعوا لكم باش نشوفوا كاع الوصفات واجدين. يلا مشاهدينا الكرام رانا رجعنا لكم. بالنسبه للوصفات راهم كامل قدامكم، ليكيف الخبز كارثه كبيره. شوف كيفاش دجاجه بريوش ديريكت. هذا الخبز لازم كاع تجربوه، الخبز هذا وسخون بزاف قداش نتوشيه صدقوني غير روعه. مشاهدينا الكرام بالنسبه للوصفه رقم 2 هي هذاك الجواز تاع السلق بالبطاطا، تانيك جاب بزاف الشباب. شوفوا من الوجه باين كيفاش ملبيه لاصوص، ماشي هذيك شرور المرقه من الفوق. ليكيب هذا الطبق راح يتناسق بزاف مع هذا الخبز، الخبز هذا جاكم تانيك بزاف شباب. بالنسبه للوصفه رقم 3 هي هذيك المتقبه ولا هذاك المبسس، حنا في عاداتنا ما نديرولوش العسل من الفوق، واليكم الاختيار. هاي كيفاش جات؟ جات مطمنه، شوفوا معايا شوف كيفاش مطمنه تدوب وحدها وطيبه مليح للداخل. حبيت نقول لكم باللي مطمنه والداخل طايبه مليح تذوب في الفم، هذه غير تاع قهوه حليب في هذا البرد. يلا مشاهدينا الكرام ان شاء الله حصه اليوم كانت نالت اعجابكم، اقعدوا دوما في برنامجكم وللشيف سليمان. انا نضرب لكم موعد ان شاء الله بحصه جديده وبوصفات جديده. السلام.